مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. توقفنا عند دور الدولة أستاذ غفران، أولا في تدبير المرحلة حتى نتفادى الوقوع في بعض السيناريوهات تراجيدية إن صح التعبير لبعض دول الجوار، وكذا الخطط المستقبلية التي يمكن إعدادها من أجل التدبير المحكم لمثل هذه الأزمة. وبالفعل من بين المفارقات الأساسية لهذه الأزمة الصحية العالمية وأنها أعادت الاعتبار لدور الدولة الاستراتيجي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال محاربة الكوارث الطبيعية أو بعض الأزمات كأزمة كورونا كوفيد 19. لماذا؟ لأن الدولة هي كما قلت سابقا الفاعل الوحيد الذي يستطيع أن يصحح اختلالات السوق، والذي يساعد على حشد الطاقات لمواجهة الظروف الاستثنائية. وهذا الدور الاستراتيجي للدولة بصفة عامة لا يمكن تعويضه، وتظل في السياق الدولي المعاصر الفاعل الأوحد القادر كما قلت سابقا على حشد جميع الطاقات لمواجهة الظروف الاستثنائية كظرفية 19، وكذلك تظل الفاعل الوحيد القادر على ضمان استمرارية العقد الاجتماعي، والفاعل الأوحد قادر على ضمان الأمن والاستقرار الإنساني. لهذا تم التركيز في النقاشات الحالية التي يعرفها العالم والمرتبطة بالأزمة الصحية العالمية على مفهوم الدولة الاجتماعية sur la notion de l'état social. لماذا تم التركيز؟ لأن الدولة الاجتماعية أو l'état social هو الفاعل القادر أن يشكل حزام أمان أو حزام سلامة في عالم يعيش فترة انتقالية، وفي عالم يسوده الاضطراب والاستقرار. بإيجاز، فإن الدول تبقى في آخر المطاف، هي المسؤولة الأولى على توفير الأمن الصحي للمواطنين وتلبية حاجياتهم الأساسية، وفاعلية الدول في هذا المجال مرتبط بطبيعة الحال بوجود حكامة جيدة وبوجود رؤية استشرافية للمستقبل تقوم على أساس الاستثمار في الرأسمال البشري والاستثمار في القطاعات الاجتماعية الأساسية التعليم والصحة. أثناء الخطط المستقبلية أنا بغيت نرجع بكم أستاذ فقط لدور الدولة بصفة عامة. ألا ترون أنه حسب ما تفضلتم به هناك سير عكس التيار، يعني دور الدولة، الدولة كمؤسسة، الدولة كأجهزة، أين هو دور المجتمع المدني، أين هو دور الفرد كعامل مهم من أجل التصدي لمثل هذه الأزمة؟ لأنه هنا كنهضروا فقط على دور الدولة، ولكن عندما أتحدث يعني واش كتكلموا على الدولة كمؤسسة وأجهزة فقط أو كمنظومة بصفة عامة؟ أتكلم على الدولة ليس كمؤسسة فقط، وإنما كنتاج لعقد اجتماعي، وكمسؤولة الدولة كمسؤولة على هذا الرابطة الاجتماعية والحفاظ على هذا العقد الاجتماعي، لأن هذا العقد الاجتماعي يقوم بالأساس على تلبية الحاجيات الأساسية للمحكومين والمحافظة على أمنهم الصحي. فبالتالي السياسات العمومية في عالم ما بعد كورونا كوفيد 19 ينبغي أن يركز على محورية الإنسان في أي نموذج تنموي مستقبلي، مع تغليب منطق العدالة الاجتماعية والإنصاف، مع
وقيم التضامن والتآزر. فبطبيعة الحال التنمية لا يمكن أن تكون مستدامة إذا لم تكن قائمة على أساس خيارات تعطي الأولوية للتوازنات الاجتماعية والإيكولوجية التي تضمن خيارات الجميع، مؤسسات، مجتمع مدني، قطاع خاص، في بناء الدولة الاجتماعية. وهنا أحيل إلى مفهوم حديث الأمن، وهو مفهوم واسع يقول به البرنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) (Programme des Nations Unies pour le Développement). سي لا نوسيون دو لا سيكوريتي هيومان، مفهوم الأمن الإنساني، والذي حسب تعريف هذه الهيئة الأممية هو الأمن الذي يحرر الإنسان من الحاجة ومن الخوف. سي مفهوم الأمن الواسع و لا نوسيون دو لا سيكوريتي هيومان سي سيل كي ليبير لوم دو بيزوان اي دو لا بور. فالدولة في آخر المطاف هي التي تسهر على الرابطة الاجتماعية كما قلت سابقا في إطار تعاقد يقوم على التضامن والتآزر داخل الوطن الواحد لكي لا تهدد الهشاشة الاجتماعية مرتكزات الأمن والاستقرار. إذن بإيجاز، الأزمة الصحية العالمية تطرح بحدة الآن راهنية الدولة الاجتماعية والدور الاستراتيجي للدولة في إدارة هذه الأزمة. نعم، شكرا أستاذ غفران. كما تعلمون أستاذ تونسي، في ظل هذه الوضعية التي تتسم بالكثير من الغموض، ما مدى فعالية التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل الحفاظ على التوازن الاقتصادي الوطني، ونخص هنا بالذكر التدابير التي تم اتخاذها على سبيل المثال على المستوى المالي، القطاع البنكي، التأمينات إلى غير ذلك، أو كذا الجبائي فيما يخص الجبايات وما إلى ذلك. لكم كلمة أستاذ. نعم، مدى فعالية، يمكن الجواب على هذا السؤال بالقول بأن المغرب بهذه التدابير تقريبا خصص 2.7% ديال الناتج العام الداخلي، ديال الناتج الداخلي العام، لهاد التدابير. هذا التكلفة ديال التدابير اللي كيخلي المغرب رابع دولة في العالم. الدولة الأولى عندنا السويد، السويد ب 6%، الشيلي ب 4.7%، وعندنا نوفيل زيلاند ب 4%، والمغرب تكلاصا تقريبا في المستوى الرابع تقريبا، لأنه خدا التدابير ودار اللي خصو دار في هذه المسألة. تم اتخاذ الأمور بجدية. بجدية، هذا لا نقاش فيه. ولكن باش يمكننا نقولوا الفعالية، راه خص المنهجية ديال دراسة هذه الفعالية. حنا في المغرب المشكل اللي عندنا هو أن لحد الآن باقي ما كنديروش التقييم ديال السياسات العمومية، واخا دخلناها في الدستور باقي ما عندناش مرسمة هذا التقييم. ولكن عندنا المقاربة، وهذه المقاربة استدير الاناليز كومباراتيف كتمكننا تقول لنا بأنه راه المغرب اللي كنكومباري اللي كنقارنوا مع الدول الاخرى راه من ناحيه الجديه ديال التدابير تنفعت. هذا واحد. الو نرجعوا للتدابير الاقتصاديه والماليه، التدابير الماليه خاصه، اللي يمكن اللي تقال هو انه خطه الرد في الشق المالي ديالها كانت مهمه، حيث ان بنك المغرب دار اللي السود دار. اولا هبط من سعر الرئيسي، سعر الفائده الرئيسي من 2.5% لجوج، وهذه مساله مهمه لانها يمكن تنعكس على الابناك وتنعكس على التسهيلات اللي يمكن تعطي الابناك للمقاولات.
هذه من ضمن المسائل اللي تنخدات واللي خداها بنك المغرب واللي مهمه جدا، تمديد تشجيع الابناك لتمديد اجال سداد الديون البنكيه، اعاده الجدوله، اعاده الجدوله ديالها، توسيع امكانيه لجوء البنوك الى كافه وسائل اعاده التمويل، وتمديد اجل عمليه اعاده التمويل نفسها. والبرنامج اللي كان داره بنك المغرب باش يمول المحاولات الصغرى والمتوسطه تعزز هو هذه المسائل كامله. يمكن نزيد عليها التزويد الشبابي الاوتوماتيكي بالعمله الائتمانيه بشكل لا مولي في دو سير بشكل مستمر باش نلبيو الحاجه ديال المواطنين. هذه كنتيجه استاذ وليس كزعما كتدبير، يعني وضع النقود الائتمانيه رهن اشاره المواطنين في الشبابيك الاوتوماتيكيه فهي نتيجه لتدابير يمكن للدوله ان تكون قد اتخذتها. كان خص ماشي الدوله، البنك كان حيت كيكون المشكل اللي ما كتكونش العمله الائتمانيه، يعني تموين الشبابي تعلم ماشي الشبابي، خص العمله الائتمانيه تكون موجوده، ما تكونش لاغارتي ديالها، ما يمكن ما نبغيش نطول في هاد التدابير، ولكن هي تدابير باين بانه الفعاليه ديالها انيه، زعما ما كتعطيش فعاليه في المدى المتوسط، كنسينو الفعاليه انيه الظرفيه تحكم بذلك. هذا هو اللي عندك شي علاج من الاول المتدخلين هو بنك المغرب. قبل ما تدخل السياسه الماليه، قبل ما تدخل الماليه العامه، تدخل بنك المغرب. علاش؟ لانه عنده ذاك لا كاباسيتي باش انه يعطي بلا ما ندوزو بالبرلمان، بلا ما ندوزو بلو فوت، بلا ما ندوزو تدابير انيه اللي تعطي النتائج ديالها. سبل مختصره من اجل الوصول الى نتائج انيه. وي استاذ، الى نرجع معكم لنقطه الفعاليه ونربطها بمفهوم النجاعه، يعني النجاعه هناك تكلفه جد مهمه من اجل وضع هذه التدابير، ما هو تاثيرها دائما على توازن الاقتصاد الوطني؟ كما تعلمون انه وضع هذه التدابير يؤدي له تكلفه سوف يؤديها الاقتصاد الوطني بتوازناته. التوازنات في هذا الظرف هذا ما يمكنناش نهضروا بالتوازنات، ولكن لما بعد فترتكم لما نهضروا بعد الفتره الراهنه، يعني التوازنات لا تطرح. علاش؟ لان كاين اش غنديروا بواحد الميزانيه ولا بواحد التضخم اللي هو ديال 1%؟ ما عندي ما ندير به. واش غادي ندير انا كاع باليكسيدون بيجيتير سيتادير واحد فائض؟ ما عندي ما ندير به. بالعكس الان حنا كنضربوا في القيم ديال الاقتصاد الكلاسيكي، وخصنا ندخلوا القيم اخرى. راه في الدول الاخرى داروا ما كيتسمى بالموني هيليكوبتر. شنو هذا الموني هيليكوبتر؟ هي انه البنك لا بانك سونترال ولا لا فيدرال باغ اكزومبل كتطبع لا موني تو سامبلومون باش الاقتصاد يتمشى. علاش؟ لان كاينه ظرفيه راهنه البلد. متفقين غادي نرجعوا من بعد التوازنات اللي غنشوف المدى المتوسط والبعيد يمكن نهضروا على هو غيكون تاثير ولا بد على التوازنات، ولكن هاد ما يمكنناش ما نديروش هاد التدابير الانيه المستعجله من ناحيه الماليه العامه. دابا الماليه العامه الى عند دخلات بون دخلات في الاول ب 10 مليار ديال الدرهم في صندوق مواجهة، ولكن الامس ولا خرج مرسوم، مشروع مرسوم اللي يتناقش الان، وهذا المرسوم هذا كي حيت ما يمكنناش نعاودوا نشوفوا قانون الماليه نديروا لها الواغ اكتيفيكاتيف، خرج واحد ديكري مشروع ديكري
اللي اعطى المينستر الوزير الماليه الحق بانه يرفع من سقف المديونيه. هذا واحد، هذاك مؤشر كبير. وجوج الالتزام بالنفقات، حتى هو ذاك السقف ديال الالتزام بالنفقات ما بقيناش، ما بقاتش الدوله مقرره ولا مقرره انها تلتزم به، حيت كل شيء كاع الوسائل خصها تمشي للصحه والامن. هي اولويه، الاولويه الكبيره، لان دابا هي اولويه وعن حق. زعما هذه مساله اللي ضروري خصها تدار الان، لان وغادي نقول واحد الحاجه، هو انه راه هذا الكوفيد 19 عنده ايجابيات وعنده سلبيات، ومن ضمن الايجابيات ديالو هو انه كشف لنا كشف بان الاولويه ديال الاولويات اللي خصها تكون للتعليم، ديال الصحه، الانسان، اكسيتيرا. دونك انا لخصت هذا مشروع قانون سميتو 2 20 320، تجاوز سقف التمويلات الخارجيه ووقف عمليه الالتزام بالنفقات. كاين حاجه اخرى في الماليه العامه وفي اطار الصفقات العموميه اللي مهمه، هو انه تخفيف وتسريع شروط اعلان القوه القاهره. باش علاش؟ لان كاينين كانت مسطره جد معقده فيما مضى، يعني من اجل وهذه حلت هذا المشكل. هذا من ناحيه شكرا استاذ. استاذ غفران، هناك العديد من تضارب الاراء خاصه عندما نطالع الصحافه سواء الوطنيه او الدوليه حول النزعه الفردانيه التي تنهجها الدول في تدبير الازمه، خصوصا في ظل عدم تكافؤ الامكانيات الى غير ذلك. استاذ غفران، كيف يمكن في نظركم توطيد التعاون والحكامه الدوليين من اجل التصدي مستقبلا لمثل هذه الازمات؟ هو بالفعل وبالرغم من تغليب بعض الدول لمصالحها الضيقه ولمصالحها الوطنيه، وكذلك بالرغم من لجوء بعض الدول متقدمه وقويه الى سياسات احاديه جانب وذات طابع حمائي، فرغم هذا فلا بديل للعالم عن تعزيز التعاون الدولي والمتعدد الأطراف لمواجهة ظاهرة عابرة للحدود وبطبيعتها عالمية، وبالتالي لا يمكن احتواؤها والقضاء عليها في المستقبل دون تضافر الجهود الدولية على المستوى الثنائي المتعدد الأطراف، كذلك بواسطة التعاون عن طريق المنظمة العالمية المتخصصة في هذا المجال. فكورونا كوفيد 19 بطبيعة الحال هو وباء عابر الحدود، لا يمكن مواجهته بفعالية، وبالتالي الحد من انعكاساته المتعددة الأبعاد إلا بتضافر الجهود. أولا تضافر الجهود على مستوى البحث العلمي لاحتوائه والقضاء عليه، وثانيا تضافر الجهود الدولية سواء على المستوى المنظمات العالمية أو المستوى المنظمات الإقليمية لمساعدة الدول خاصة السائرة في طريق النمو للحد من الانعكاسات السلبية التي تحدث عنها الأستاذ سابقا على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي، لأنه كما تعلمون الدول السائرة في طريق النمو خاصة على مستوى القارة الإفريقية لا تمتلك الحد الأدنى من المؤهلات اللوجستيكية لمواجهة هذا الوباء العابر للحدود. إذن دور التعاون ثنائي متعدد أطراف وعبر المنظمات الدولية هو ضرورة ملحة، ولا يمكن تجاوز هذه الظرفية
الاستثنائية بدون وجود تعاون وتضامن على المستوى العالمي، رغم الانقسامات السياسية كما لاحظنا على مستوى أوروبا، وكما شاهدتم أخيرا وجهات كثير من الانتقادات من طرف دول كإيطاليا للاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد الأوروبي لم يتكيف مع هذه الظرفية الاستثنائية وتأخر نوعا ما في مد يد المساعدة للدول الأوروبية التي عانت من هذه الجائحة. شكرا أستاذ. في خضم تداعيات هذه الأزمة يسود الرأي العام نوع من القلق، وتطرح مجموعة من التساؤلات حول قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز هذه الظرفية، وكذلك يطرح سؤال أية تكلفة، السؤال اللي طرحته عليكم في إطار تعقيب الجواب ديالكم على السؤال. في نظركم أستاذ تونسي، ما هي السيناريوهات الفعالة والناجعة من أجل إخراج الاقتصاد الوطني من براثن هذه الأزمة؟ كنظن شخصيا بأنه كاين هناك قدرة على تجاوز الأزمة، والتكليف أغلب يكون ولا بد. ألوغ ماشي يمكن لي نتناقش على الموضوع كيفاش يمكن امتصاص الصدمات الناتجة على هذه الجائحة. كاين جوج ديال السيناريوهات. سيناريو متفائل اللي كيقول لي بأنه من هنا الديبي الأول ديال الشهر ديال جوان غادي الحجر الصحي غادي نسالو هاد الى مشينا في هاد الطرح هذا ديال انه غادي التكلفه بالنسبه ل في هاد الاطار التكلفه غادي تكون من ناحيه الناتج المحلي الخام هو تقريبا واحد ناقص 5%، شيء كبير. ولكن إلا سالينا هذا الحجر الصحي تقريبا في الشهر ديال ديبي ديال شهر جوان، غادي يمكن يكون واحد رجوع بروغريسيف تدريجي لبعض ليزاكتيفيتي، لبعض الأنشطة الاقتصادية، منهم التوريزم، السياحة يمكن لها ترجع بشوية بشوية. كاين قطاعات اللي يمكن لها تمشي بالزربة، وكاين قطاعات اللي غتمشي تدريجي. نعطيك مثال هو أنه الحلاق، باش نبسطوا الحلاق ما خدامش دابا، ولكن النهار غيمشي الحجر الصحي غتعاود 50 غتجيه 100. نعم. كاينين بعض الخدمات وبعض القطاعات اللي يمكن لها تمشي بوتيره جد سريعه، وكاينه واحده اخرى اللي غتمشي تدريجيا. وفي هذا السيناريو هذا راه يمكن نرجعوا للمستوى العادي في ديسمبر اواخر ديسمبر. هادشي الى مشى هاد السيناريو والتزمات الناس كامله يعني هنا كنتكلموا على المقاوله بصفه خاصه، ولكن اذا اردنا ان نعمم نرجعوا للتوازنات بصفه عامه، كنهضروا على رفع السقف المديونيه، كنهضروا على مجموعه من الاعراض الجانبيه ان صح التعبير ديال هذه الازمه اللي ما نقدر نخرجوا من التبعات ديالها على من هنا 10 سنين. هي لا الا مشينا في هذا السيناريو، حيت انا باقي قلت على السيناريو الاول. نعم. وهذا السيناريو الاول الى في الشهر ديال بديناه من شهر جوان بدات اللي غتبدا المقاولات تخدم وتبدا التصدير يخدم، وغادي يبدا وعلى حسب شنو طرا في اوروبا وعلى شنو طرا في العالم. يعني علامات استفهام تطرح ايضا على حسب شنو طرا، لان ما تنساش بان 60% ديال المعاملات ديالنا راه كاينه مع اوروبا، دونك كاين الظرف الخارجي تا هو مهم. دونك الى
القطاعات بدخلات الوتيره ديالها راه الضريبه كتدخل دونك كتدخل الضريبه سميتو الاحتياطي ديال العمله كيتقوى دونك راني كنرجع بشويه بشويه ما تنساوش بانه راه المغرب اليوم لجا للدين الاحتياطي سميتو لابيل ال بي ال لين دو بريكوسيون دو ليكيديتي اللي عندنا مع صندوق النقد الدولي راه خلينا ثلاثه اليوم وافقنا ثلاثه د المليار ديال الدرهم وكنتمناو اننا ناخذوا من لي مارشي دو كابيتو ناخذوا سوق الرسامين ناخذوا واحد 3 مليار اخرى باش نحاولوا نوازنوا دونك كاين عمل كاين عمل اللي كيتصوب باش انه افق الافق ديال اللي نوصلوا ولكن لا يمكن التنبؤ بالتكلفه الا اذا نظرنا الى التكلفه غتاخذها لي جينيراسيون فيتور بالنسبه لي لي جينيراسيون فيتور هما علاش لان ولا بد ما ناخذوا الدين وذاك الدين نورمالمون غادي يتخلصوا الاجيال الجايه السيناريو الثاني لا الا بغيتي نديتايي هاد السيناريو نقول لك لاباس ان كان بجوج راني دويت عليهم السيناريو الثاني هو اودولا من الله يحفظ الا كان المسائل ما تسوالش ومشينا ما بعد يونيو من بعد يونيو هناك مساله اخرى هناك كاين انا كنظن سيتيغ بانه ما يمكنش الاقتصاد الوطني انه الاقتصاد اي اقتصاد ديال شي دوله في العالم ما الاقتصاد ديال الدول الكبرى انه يتحمل واحد التوقف اللي هو ديال اكثر من 3 شهور امبوسيبل سيناريو كاتاستروفيك كارثي ولكن عندي اقتراحات كنقول ما عادش ندخل فيها كنظن ان اللجنه اللي كتفكر دابا في النموذج الاقتصادي خصها تنكب اساسا دير اونفيوز شي الاخر وتنكب اساسا على التفكير في السيناريوهات التفكير في السيناريوهات لان دي خصنا يكون عندنا سيناريو بغينا نقولوا المتشائم يكون عندنا شنو هو الحلول ديالو عندنا شنو هو الحلول ديالو والمقترحات حلول وخصها تفكر مزيان من الافكار اللي كنت نقولوا هو ان تفكر كيفاش بان المغرب يحاول يتسوق في المكونات سلاسل القيمه سكو لابيل لي شان سلاسل القيمه المستهدفه في المخططات القطاعيه اللي عندنا واش حيت انا ما دويتش على القبيله في القطاعات باغ اكزومبل قطاع السيارات واش اختيار مهم قطاع الغيار واش اختيار مهم واش كيخلينا دونك راه كاينين واحد القطاعات اللي اختاريناهم حنايا اختاريناهم بحال السياحه بحال قطاع السيارات واش هادو هما الخيارات ديال النموذج الاقتصادي لان اللي كيكون صدمه كيف ما كانت صدمه واخا تكون صدمه ماشي بالضروره ناتجه عن جائحه تكون صدمه عالميه شي ازمه عالميه اقتصاديه توت تويت شكون اللي كياخذ الدق ماشي القطاع المنتج سادير اللي فيه لو سيكتور اندستريال مي سي قطاع الخدمات حنا اون ديبون دو توريزم ديال السياحه اون ديبون دو القطاع المالي اون ديبون هادو شي دعامات الاقتصاد هادو كياكلوا الدق دغيا دغيا داكشي علاش والقطاع ديال هادشي اللي زدنا ديال لو بلون داكسيليراسيون اندستريال اللي فيه هادشي ديال السيارات وفيه هادشي ديال القطاع الغيار داكشي ما كنظنش بانه هذا هذا الخيار اللي تدخل واش خيار صحيح دونك النموذج الاقتصادي خصو يتشاف على ضوء هذه المساله هذه كيمكن لي لا بغيت استاذ اظن الوقت يداهمنا نرجع لكم استاذ غفران في دقيقه فشنو يمكن تختموا لنا هذا اللقاء هو ما يمكنه قوله بالختام هو هي نوع من التوصية موجهة للمواطنين وهي احترام الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية لحفظ ذواتهم وحفظ عائلتهم وحفظ الوطن شكرا لكم أستاذ تونسي ختام في دقيقة
هذاك الصندوق فكره فكره واعره فكره مزيانه يفو لو بيريزي ماشي ديمومته وخا ديمومه وكيبقى هذاك ال 10 مليار درهم ديال البودجي خصها تبقى دائما علاش باش نخدموا بها وخصنا نرجعوا للسياسه الجبائيه اللي ما كتخلصش الضريبه خصو يخلصها كان اللي كنشوفوا بان لي ديبونس فيسكال لي زيكزوناراسيون فيسكال كاع داك الاعفاءات الضريبيه اللي كاينه في قطاع ديال السكن في قطاع كاين بزاف ديال المسائل اللي كيمكننا نجيبوها علاش غادي نعطيو حنا سميتو تفضيلات ضريبيه لهذا القطاع يعني الحث على بان هذاك 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 لي غوسورس خصهم يمشيو ديريكتومون المسائل اللي هي اساسيه اللي هي اساسيه. شكرا استاذ. ختاما اتوجه بالشكر الجزيل لضيوفي الكرام على روحهم الوطنيه وعلى مساهمتهم القيمه في اطراء النقاش، كذلك الشكر موصول لجامعه محمد الخامس على المجهودات المبذوله من أجل تنظيم هذه اللقاءات التواصلية. أعزائي المشاهدين، لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة. كنقول لكم خليكم في داركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.